تحاول الآنسة فوزية حشاش المتنقلة على كرسي متحرك أن تعيش حياتها بصفة عادية مثل بقية المواطنين، بأن تعمل لكسب قوتها وتخرج لقضاء حاجيتها متحدية إحاقتها الجسدية، ولكنها للأسف تصطدم بمعوقات أخرى تحول بينها وبين ذلك. نحن الآن الحمد لله نخرج، نحن نقضي للدار، نروح كما قلت انترنت نخلصها وحدي، يكون كاش الشغل وحدي يبعثني نروح للبيطال ما كاش مشكل، كي تكون عندي خدمه باسكو انا خياطه راح نشري دوزان وحدي، بصح توجد نلقى على الاقل الحانوت تلقى عنده دروج ما تقدرش تلحق له، نتصاحب لك شويه الامور حيت كاع هما يعاونوا فينا يطبعوا فينا، ماذا بينا واحد ما يعاونني واحد ما يطبعني، كنحب ندير حاجه نديرها بنفسي وحدي. ورغم أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم الساري المفعول قد ضمن لهذه الشريحة الاجتماعية حق الوصول إلى مختلف الأماكن وكذا استعمال وسائل النقل والمرافق العمومية، إلا أن غالبيتها لا تزال غير مكيفة وفق ظروف هذه الشريحة الاجتماعية. La mairie, la poste, tout ce qui est prioritaire dans la vie quotidienne d'une personne. Ça, c'est inaccessible. Quand j'ai le baladé, je ne sais pas comment je vais sortir. Je ne sais pas si je vais sortir. Il faut que je vous dise que je vais vous dire. Je ne peux pas vous dire. Sur place, je vais vous dire. Comment je vais vous dire. Je vais vous dire que je vais vous dire. Pour l'accessibilité, vous connaissez très bien le problème, j'imagine. C'est tous les handicapés qui ont le problème d'accessibilité. Tous. Au niveau du bâti, au niveau de la circulation routière. Les trottoirs, tenet, ou les trottoirs, وبالمقابل عملت بعض مصالح الخدمات العمومية على الاستجابة لتطلعات هذه الفئة الاجتماعية، مثل ما هو شأن مؤسسة ترامواي الجزائر التي وفرت للمعوقين مداخل ومنافذ ومحطات مكيفة وفق حاجياتهم، وكذا بعض مكاتب بريد الجزائر. ويبقى أمل ورجاء ذوي الاحتياجات الخاصة في أن يجدوا مؤسسات ومرافق مكيفة تتلائم طبيعة إعاقتهم تدليلا لصعوبات لا تكفي الإرادة وحدها لتجاوزها.